ما هو الأبعد؟ الأبعد لماذا أسس مواقع التواصل الاجتماعي؟ عن أي تواصل أو حديث في شأن عام يهم شأن الأسرة أو المجتمع أو الدين، ومن جانب آخر في كثير من الإدمان والأمراض المتعلقة ببدن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التقينا في هذا اليوم المبارك في قاعة المركز الثقافي طبرق، وبرعاية وتنظيم المكتب الثقافي في مدينة طبرق، حول هذا الموضوع الذي كثيرا ما طرق الأذهان وكثيرا ما يعني تجادل حوله المتجادلون، وهي مواقع التواصل الاجتماعي التي كان أو التي يستخدمها يعني أصبح الكبير والصغير في مجتمعنا. فطرقنا هذا الموضوع بعنوان محاضرة، مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء الآداب الإسلامية. تكلمنا فيها عن نظرة الشريعة الإسلامية لهذه المواقع وكيف يكون التواصل فيها، فتحدثنا عن التواصل الإيجابي وكيف يكون، وتحدثنا عن مخاطر التواصل السلبي وما هي صور التواصل السلبي في هذه المواقع. لقيت هذه المحاضرة يعني ترحيبا وإشادة من الذين حضروا، ويعني أثروها بالنقاش، وخرجنا منها بجملة من التوصيات. وكان من أهم هذه التوصيات أن مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع هو سلاح ذو حدين، إذا أردنا أن نستخدمه في الجانب الإيجابي والخيري فنجد في ذلك فيه الخير الكثير، وإذا أردنا أن نستخدمه في الجانب السلبي والسيء فنجد فيه كثير من المخاطر التي لا يمكن أن نتغلب عنها إلا بآداب إسلامية رفيعة. وفي ديننا الإسلامي والحمد لله رب العالمين الخير الكثير والتعليمات الطيبة التي نوجه بها نشأنا، فضمننا كل هذا في توصيات ويعني وبثيناها لهؤلاء الذين يستخدمون هذه المواقع، وأوصينا هؤلاء الذين يستخدمون هذه المواقع بأن يكون تواصلهم مع الآخرين تواصلا إيجابيا ينفعون به أنفسهم وينفعون به أسرهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه، لكي يعم الخير والنفع والفائدة.